كان الدنيا ما كاين والو، دوار كبير واجتماعات بزاف، وكتكون الموت عندني واحد الطريق عند الروضة دار في هذا الضو. إلا خلق عندنا ميت في الليل ما يجبرش منين يدوز، لما كانوا الكاميوات ودايرين الضو ما يسالكوش ليها وداروا في هذا الضو. الله يعمر لهم الدار، الله يزيد بمدادهم. هذيك المدينة ما كانت اللي مشى لها واحد في الليل ما يجبرش منين يمشي ليها، الطريق مسدودة في الظلمة والدرق والحيط. الله يطول عمرهم والله يزيد بمدادهم. الدوار تصوب بالضو الحمد لله، وخاصنا الماء المدايز من هناك هالعوينه فين كاينه، وهناك اللي ما يجبر علاش يسقي في ابيديه يجيب بوديزه ما يجبر باش يجيبها، وكاين اللي تجامرك تجيب بوديزه. ما يمكنش لينا احنا المدايز عندنا وديز في بلادنا ولوني في بلادنا وماشي البلاد 140 ريال للمتر، واليوم البلاد دارت 4000 وحنا مقهورين في الماء. الناس بعاد من البلاد ما ماشاش من البلاد، والدولة ما نادين فابور وخدامين ولادهم، وهنا الناس المواطن صغير وماشي بلادك وما خدمش مع الونيب. اي شركه جات هنا ماشي الناس دورك ما جالو سيبي خدامين الناس برانيين، ولاد البلاد اللي ماشي من البلاد باركين راكدين. ما يمكنش، الله يعمر دارهم، الله يزيد. انا بغينا الله ينصر سيدنا ويزيد بيه القدام ويهمد بيه الوطن ويدمر عليه ولاد الحرام. الحمد لله هاد الضو راه نعمه المواطن، هاد الدوار راه الا كان تموت في الليل ما يجبروا منين يديو تلقوا ساعه ديال الطعام. منين الطرقان محبوسه غادي واحد هاز قسعه واحد غادي هاز بيل والاخر تابعو تابعين عيالاته. ايوا ما يمكنش، ولكن الوقتيه تصوبت الحمد لله. الضو مزيان ولا بحال المدينه الحمد لله، الله يطول عمرهم والله يصوب جريتهم والله يزيد بعمرهم ويزيد بعمر الجميع والله يطول عمر سيدنا. المبادرة نعم ستي، كانت الدنيا عندنا مظلمة هنايا ملي ركبوا هاد البولات راه الحالة مزيانة، ولات نمور واحد تبارك الله، ولينا نخرجوا بحال حنا غاديين في الشارع مزيان، ما كاين تنظمت الأمور حسن ما كان. ولكن طلبوا من هاد الأمور إن شاء الله تزاد، حنا خصنا الماء يدخل للمحلات للديار وكذا إلى آخره. كنطلبوا كنبغيو هاد الجمعية تزيد إن شاء الله لقدام باش تدخل لنا هاد الماء للديور وتنقص علينا شوية ديال التعب وديال التمرة وكذا إلى آخره. هو الدوار كان مظلم، ولكن دابا الحاله مزيانه. الدوار كان مظلم ظلمه كاع تقريبا، واخا كاين الضو اللي عنده الضو مضوي على محلو مضويش في الشارع، ودابا ملي ولا الضو في الشارع الحاله مزيانه. بسم الله الرحمن الرحيم. جواد عسال من ساكنه ديال الدوار الفراش، كنشكركم على الحضور ديالكم ومرحبا بكم. الحمد لله دابا مع الجميع سواعد الخير، كنتمنوا الخير ان شاء الله للجميع، الامور كتبشر بالخير، وكنشكروا كل من ضامن معنا وشكرا جزيلا لهم كاملين. وما سمي بنور الا ونور، يعني ليل مضيء والحمد لله. الرساله ديالي للاخوان هي انهم خاص تضافر الجهود باش تزيد قدام ان شاء الله، وما كرهناش الماء صالح الشرب يتربط بالدوار ان شاء الله. هادشي اللي كاين الحمد لله. كنشكركم جزيلا على الحضور ديالكم ومرحبا بكم. انا كنسكن في حد ولاد فرج، ولكن قريب لهاد الدوار هنا في تحت واحد الدوار ولاد حجه. الدوار كان مهمش كان ما مواش، ولكن من هاد الجمعيه ديال سواعد الخير يعني حيدت منه العزله، حيدت العزله من هاد الدوار، وواحد المبادره زوينه ديال هاد الاناره. ومازال ان شاء الله غيديروا مبادره اخرى ان شاء الله، مازال يديروا شي حاجه اخرى ان شاء الله، بحال الماء الصالح للشرب، بحال كنساعدوا الناس في رمضان وايامات كورونا وكذاك الشيء، يعني خدامين مزيان وصافي، هما شباب الله يعاونهم والله يزيد. لا تنور مزيان ويزيد. دابا ما كتزيد تدخل الدوار هذا الماء، دابا ولا اناره تبارك الله كامل في اي دار، من 20 متر ل 20 متر كتلقى مثلا مصباح كيضوي عليك، يعني كتشوف شنو كاين، الاناره كاينه في الطريق وتشوف شنو كاين واش ما كاينش. ماشي بحال بكري كنت تدوز دابا ظلمه ما عارف شكون اللي بارك ليك، ولا شي مثلا شي حتى شي كلب ولا شي حاجه كيعيدك. لا دابا لا، وليتي كتشوف اشنو كاين في الدوار فمع الطرقان، وليتي كتشوف اشنو كاين دابا. لا صافي البيله طلعوا قول لهم باي باي. We'll be right back.
اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.